مساكم الله بالخير وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات يا هلا، نلقي فيه الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. شابة طموحة ومكافحة دفعتها حاجة والدتها للعلاج إلى العمل إلى جانب دراستها الجامعية، ولم تكن تعلم أن ذلك العمل سيكون سببا مباشرا في خسارتها لذراعها كاملة إذ بترت من مفصل الكتف. زهراء كانت ضحية مشرفة متعسفة في أحد المصانع الخاصة في مدينة جدة، يفترض أنه وطني، لكن هذا المصنع وأصحابه ضربوا بحقوق الشابة السعودية عرض الحائط، وظلت نداءاتها يتيمة بلا مجيب. عامان وزهراء من حسرة إلى أخرى ومن وجع إلى وجع. الزبدة، من ينصف هذه الفتاة ويعيد إليها شيئا من بهجة الحياة التي طارت مع ذراعها؟ يا هلا ينفرد تلفزيونيا بنقل الحكاية. لم تكن تعلم زهراء البركاتي حين وقعت عقد العمل مع إحدى المصانع في جنوب جدة أنها توقع قرار بتر يدها. فصول المأساة بدأت قبل عامين حين قررت زهراء أن تعمل لتوفير رسوم جامعتها والدواء لأمها المريضة. في أحد الأيام طلبت منها المديرة في المصنع تنظيف سير كهربائي، رغم أن ذلك ليس من طبيعة عملها. وفي لمح البصر انتزع السير ذراعها من مفصل الكتف، تأخر الإسعاف وتلوثت اليد المبتورة، وانتهى بها المطاف إلى مقبرة الأعضاء البشرية. ومنذ ذلك الحين وزهراء تائهة بين التأمينات الاجتماعية وأبواب المحامين دون أن تحصل على أي تعويض. ما عاد أقدر أمارس حياتي اليومية، أنا انبترت يدي كاملة من الكتف. وناشد خادم الحرمين الشريفين أن ينظر في موضوعي هذا. فقدت زهراء يدها، تلك التي تعلمت بها كيف تمسك القلم وترسم حلمها الوردي. ذهبت يدها التي كانت ترفعها داعية ربها أن يعينها على حياتها الصعبة. تسربت السعادة من بين أصابعها الميتة ودفنت مع يمناها أحلامها. ستشهد يد زهراء لها يوم الحساب أنها طلبت بها علما ورزقا حلالا وبرت أمها. عزام التركي، روتانا خليجية. للحديث أكثر عن هذه القضية تنضم إلي في استديوهاتنا من جدة زهراء البركاتي، وهي الفتاة التي بترت ذراعها أثناء عملها في المصنع، كما سيلتحق بنا هاتفيا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ خالد أبا الخيل، وستلتحق بنا أيضا عبر الهاتف الصحفية في صحيفة المدينة جوهر الغامدي، والتي قامت بنشر قضية زهراء البركاتي وإخراجها إلى الإعلام. زهراء، مساء الخير، ألف الحمد لله على السلامة، والله يعوضك عما فقدتي. ياليت تحكي لنا وش اللي صار. هذا مساء النور، حياك. أنا كنت والله موظفة في مصنع. تفضلي. أنا كنت موظفة في مصنع، أيوة أنا كنت موظفة في مصنع، وجبرتني المشرفة أني أمسح السير. هو ما كان مو من اختصاص اني امسح السير، يعني قالت لي اذا ما مسحت السير ما حتطلعي الاستراحة حقتك، وهي كانت واقفة بجنبي. يعني قلت لها ما حمسح السير، قالت لي خلاص انت حتنتظري هنا في الانتاج تحت. بعدين قلت خلاص حمسح السير عشان اطلع يعني، وهي كانت واقفة بجنبي. لما ايدي مسك فيها السير كانت واقفة بجنبي، وانا جلست اصيح وهي واقفة بجنبي. كانت مركبة سماعة، ما بيني وبينها مسافة بعيدة، وصار السير يسحب في يدي وانا اسحب في يدي والسير يسحب في يدي. لما طحت على الارض بعدين لفت جهتي وشافتني، غمضت عيوني كده وفتحتها
قالت البنت ماتت وسابت المكان وطلعت. وش اللي صار بعدين؟ بعدين جو معايا في الانتاج، في واحد فلبيني قفل الخط وطلع اليد، اصلا هي طلعت من الجهه الثانيه وطلع اليد. وبعدين انتظرت زي كده، في واحد منهم قال ابعد البنت حتموت يعني، عشان كلهم تلموا حولي. بعدين جابوا طبليه خشب وحطوني عليها وسحبوني. لما عند البوابه ما في مخرج طوارئ، جلسوا يطلعون في الطبليات عشان يطلعوني مع المخرج حق الطبليات. جالسين يطلعون الطبليات، في واحد من اللي في المصنع جاب سيارته خاصة وسعفني على المستشفى. أول ما وصلت المستشفى رفض المستشفى يستقبلني، قالوا البنت حتتوفى ما نقدر نستقبلها. قالوا جاء واحد من الشركة قال بس سووا لها إسعافات أولية بس، يعني حنطلع بها المستشفى تابع لنا وزي كذا. وجلست من الساعة 11، صار علي الحادث الساعة 11، وجلست من الساعة 11 للساعة 2:30 وأنا على السرير واليد مرمية على السرير الثانية، ومن غير لا يعني حطوها في ثلج ولا عقموها يعني ولا حاجة، يعني حتى تلفت اليد. طلعت من طلعوني في إسعاف على الساعة 2:30، وصلت السعود إلى المستشفى على الساعة 4. دخلوني جلست يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة، دخلوني غرفة العمليات وسووا لي يعني إجرى لي العملية، و يعني توقف عندي القلب وسووا لي إنعاش وتكسرت عندي ضلوع، ودخلت العناية. بعدين حتى أهلي يوم جوا استغربوا مني، يعني ما عرفوني، مرة تنفخت وزي كذا. طيب زهراء، وبعدين بعد ما صحيتي من العملية وبعد ما انتهت العملية وانتهى الإجراء الطبي في وقتها، وش اللي صار بعدين؟ جه ثاني يوم جتني الشرطة، رفض الدكتور يدخلون علي أحد، قالوا لازم نشوف البنت. قال البنت حالتها مرة صعبة يعني، صعبة تدخلون عليها. قال لا لازم نشوفها. دخلوا عندي وبدأ يتكلم، أنا ما قدرت أتكلم. قال خلاص حنجيك مرة ثانية، يعني حنجيك وقت ثاني إذا طلعت التنويم. وجلست في العناية، بعدين طلعت التنويم راحت الوالدة مركز الشرطة، قالت لهم البنت الحمد لله يعني حالتها أحسن، إذا أنتم بتاخذوا معاها إجراءات وزي كذا. قالوا ما نتدخل في القضية هذه. الشرطة قالوا احنا ما نقدر نتدخل في القضية، مع انهم جوك في المرة الأولى ووعدوك يجوك مرة ثانية. ايوه قالوا ما نتدخل في القضية هذه، ما هي تبعنا. طيب زهرة، والله يعني وجع الحكاية كبير، لكن اكملي، بعد ما طلعتي من المستشفى كيف صار التفاهم مع المصنع، مع المشرفة، مع جهة العمل؟ طلعت جلست في المستشفى وطلعت. بعدين جاني من عبد اللطيف جميل، قال لي عن علاجي، قال لي ما لها عندنا علاج حق تركيب الأعضاء الزينة يعني، قال ما لها علاج عندنا. وجاني محامي وجتني صحفية وقالوا حنتكفل بكل شيء لك، ولا صار شيء. قالوا يعني ولا يهمك وزي كذا. جلست فترة يتكلمني المحامي يقول لي لا تروحي اي مكان ولا تيجي ولا خلاص انا حسوي كل شيء وزي كذا. جلست فتره ادق عليه ما يرد علي. لكن زهره، وش كان اجابه اصحاب المصنع، مدير المصنع، المشرفه، ايش كان رده فعلهم بعد ما صار اللي صار وعرفوا الحكايه كامله؟ ايش الاجراء اللي سووه معك؟ ولا حاجه. قابلني صاحب المصنع وما حد جاني صار في المستشفى، ولا حد زارني للمشرفة ولا صاحب المصنع ولا حاجة. جاني صاحب بعدين كلمت صاحب المصنع وطلب مني، وطلعت أنا وأختي الكبيرة وعمي ورحنا قابلنا صاحب المصنع. قال لي إيش اللي تامرين عليه؟ قلت له أنا آمر علاجي، أبي علاجي، ما أبغى حاجة ثانية يعني، أبغى علاجي. قال لي خلاص أبشري، بس لا تجيبين، حنجيب علاجك وزي كذا، بس ما نبغى اسم الشركة ينذكر. طيب وبعدين؟
قلت له خلاص، قال لي خلاص انت ابحثي وجيبي الموافقه وانا هبحث وهجيب الموافقه. قلت له خلاص طيب. قال لي الجامعه، ما الجامعه؟ قلت له اهم شيء علاجي، يعني انا انسانه ما يعني والدتي كبيره واخواتي يروحوا للمدرسه وزي كذا، والدتي ترعى جدتي يعني وترعاني، انا ما تقدر علينا ثنتين في البيت وزي كذا. قال لي خلاص ابشري بكل شيء وخلاص انت جيب الموافقه واحنا حنجيب نشوف لك وزي كذا. صرت ادق على السكرتيره صاحب المصنع، خلاص ترميني على واحد وواحد، ارميني على واحد. بعدين جبت خاطبت برا وجبت موافقه وطلبوا ايميل الشركه، وجبت ايميل الشركه ارسلته لي السكرتيره، وجبت ايميل الشركه وارسل الدكتور الموافقه. بعدين صرنا ندق على المدير النائب في الشركه وكان يتكلم معانا يقول خلاص كل شيء ماشي وكل حاجه، وان شاء الله هذه بنتنا وما حنقصر معاها ولا حاجه. انا لي سنتين من عام 1436 حتى الان ما صار اي شيء. جبت الموافقه زهره من وين؟ من مستشفى في الخارج انه قال لك انه احنا علاجك موجود ونستطيع زراعه عضو لك؟ نستطيع زراعه عضو بشري وكل شيء موجود. وطلبوا مني طلبوا مني الايميل وديتهم الايميل وارسلوا الايميل على الشركه. بعدين لما عمي راح الشركه سال عن الايميل قال ما وصلنا اي شيء من برا، يعني انكروا الموضوع نهائيا، انكروا الموضوع. طيب المستشفى وين موجود؟ في المانيا، انا خطبت في المانيا. قالوا لك عن تكلفة العلاج كم؟ لا، قالوا لك احنا نتفاهم مع الشركة وحنقول لهم تكلفة العلاج وحنصير كل شيء يكون أهون عن طريق الإيميل من اتصالات وزي كذا. بس ما صار أي شيء، يعني أول شيء تماطل فيني. رحت كل مكان، رحت جربت تخاطبين وزارة الصحة؟ التأمينات، رحت التأمينات الاجتماعية. ايه؟ قابلت سووا لي تكوين لجنة طبية وكشف علي وقال لي نحولك مستشفى في الرياض يشيلوا لك الترقوة. الترقوة دي اللي هنا اللي تفصل بين الكتف والرقبة، قال نشيلها ونركب لك يد زينة. قلت له يد زينة أنا ما حستفيد منها، ما حستفيد منها. نعم، يعني خاصة أن العلاج موجود منها في ألمانيا. طيب زهرة، أنا برجع أخذ منك، والعلاج موجود. نعم، أرجع أخذ منك تفاصيل أكثر، لكن بستقبل على الهاتف جوهرة الغامدي، صحفية في صحيفة المدينة اللي نشرت الموضوع. أستاذة جوهرة حياك الله، فيا هلا وشكرا لإخراج هذه القضية إلى الضوء والإعلام. كيف وصلتي إلى زهراء وعرفت بالموضوع؟ أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا. أولا صراحة زهراء هي توجهت لجريدة المدينة ولنشر قضيتها، وطبعا بموافقة من هيئة التحرير كاملة لتبني قضية زهراء البركاتي. تمت الموافقة وتبنت المدينة قضيتها وبتوجيه من رئيسة القسم النسائي، مديرة القسم النسائي أستاذ ابتهاج المنياوي، بتوجيهي للقاء زهراء وفي عندنا في الجريدة وسماع التفاصيل كاملة منها. نزلت الحلقة الأولى في جريدة المدينة، كانت بيوم خميس، عن تفاصيل قضيتها مبدئيا. في اليوم الثاني أيضا توجه فريق من جريدة المدينة، طبعا الإحقاق للحق كان فريق متكامل الأسبوع الماضي، صراحة كان يعني بالكامل لقضية زهراء البركاتي. توجه فريق لمنزل زهراء وكنت أنا متواجدة معه. طبعا سمعنا التفاصيل كاملة من والدة زهراء وكان صراحة يندى له الجبين. منزل زهراء المتواضع، أسرة بسيطة لم تكن تعلم في يوم من الأيام أنه ممكن يحصل لها مثل هذا الحادث. سمعنا القضية أيضا من أخت زهراء وأخوها اللي تكفل بدفن ذراع زهراء في مقبرة الأعضاء في القرينية. سمعنا التفاصيل كاملة، نشرت القضية كما ذكرتها زهراء حاليا لكم. طيب في يوم الخميس أستاذة جوهر، أنت تواصلتي مع وزارة العمل، إيش كان ردهم؟ وزارة العمل طبعا كان ردهم أنه لو في حالة زهراء استمرت سنة بدون مطالبة
بحقوقها من بعد ما صارت الحادثة يسقط حقها. لكن زهراء من أول ما خرجت من المستشفى حسب ما ذكرت أنه توجهت لجميع الدوائر الحكومية لها علاقة بموضوعها. وزهراء لم من عامين وهي تطالب، ذكرنا هذا الشيء أن هي من عامين خصوصا أنها طرقت جميع الأبواب لهذا الموضوع. تكفلت جريدة المدينة بتبني قضيتها صراحة لأنها من عامين وهي تطالب بحقوقها لكن دون جدوى. لكن ما الإجراءات التي قالت لك وزارة العمل أنها ستتخذها فيما يخص زهراء؟ وزارة العمل يعني قامت بتوجيهها حسب ما ذكرت لنا زهراء أنه قامت بتوجيهها للتأمينات الاجتماعية. التأمينات الاجتماعية هي مسؤولة عن حقوقها المادية، حقوق المادية لزهراء، وأيضا التكفل بمصاريف علاج زهراء. فهذا كان يعني رد مكتب العمل انه احنا ما عندنا شيء عند التأمينات الاجتماعية، وهذا يعني يتناقض نوعا ما مع ما كتبوه اليوم على تويتر. وسنستعرض ان شاء الله مع متحدث الوزارة. اخيرا جوهرة، في محامي تقدم الى صحيفة المدينة وذكر انه سيتبنى هذه القضية وبالمجان، وين وصل الموضوع؟ نعم، تواصل معنا المحامي تركي الكريدة والتواصل معنا صراحة مشكور بأنه بتبني قضيتها أيضا والترافع عنها ومطالبة بحقوقها كاملة بدون أي مقابل. تواصل معي أنا شخصيا، تواصل مع صحيفة المدينة أيضا. طيب. إن شاء الله بإذن الله رح يكون معها. ونقلنا مثل ما قال لنا في اليوم في عدد اليوم للمدينة، مثل ما قال لنا المحامي تركي الكريدة أنه سيكون يعني مع زهرة خطوة بخطوة بإذن الله. طيب، الأستاذة جوهرة الغامدي من صحيفة المدينة، شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا. أستاذة زهراء، أعود إليك، خلال السنتين جربتي ترفعي قضية بشكل رسمي تخاطب الجهات القضائية بخصوص هذا الموضوع ولا لا؟ رحت الشؤون الاجتماعية، دخلت على الوزير، حولني للمحكمة العمالية وسويت موعد معهم ورحت وعبيت الاوراق وزي كذا. قالوا لي حنتصل عليك. قلت لهم اعطوني رقم معامله، قالوا لي لا حنتصل احنا عليك وحتجين، وانت وصاحب الشركه لكم سنتين وما صار اي شيء، حنتصل عليك وحتجين وما حنسوي صلح، القاضي يحكم بينكم. لكن متى صار هذا التحرك من جهتك؟ الان بعد سنتين ولا في ايامها في لحظتها؟ لا، بعد ما طلعت من المستشفى وحسيت اني كويسة وجلست اكثر من 3 شهور او 4 شهور، المحامي جلس قال لي خلاص انا حروح مكتب العمل، ورحت مكتب العمل وما في احد استقبلني. يوم دخلت مكتب العمل كانوا في طلع لي سكورتي قال لي كلهم في اجتماع، قلت له خلاص حنتظر، قال لي لا يمكن يطلعوا ما تشوفيهم، قلت له خلاص انا حنتظر، انا صار علي في المصنع كذا كذا، قال لي لا يا امي انا اخلص يمكن يطلعوا حتجلسي وتتعبي. إيه؟ يعني ما في احد استقبلني، رحت كل مكان. طيب زهرة، وزارة الصحة ايش اللي صار معها؟ جربتي تخاطبيهم علشان تاخذي امر علاج في خارج المملكة؟ انا ارسلت برقية وحولوني على وزارة الصحة. وزارة الصحة حولتني على الهيئة الطبية. جميل. الهيئة الطبية لي شهرين حولتني على مستشفى، حولتني على المستشفى عشان إجراءات، لي شهرين دحين طارد عشان أطلع بس معاملتي من المستشفى عشان ترجع الهيئة الطبية. أي مستشفى؟ مستشفى الملك فهد في جدة. في جدة. طيب الآن زهرة، وش اللي تطالبين فيه المسؤولين سواء المصنع، وزارة العمل، وزارة الصحة، الشرطة، أي جهة لها علاقة بالموضوع؟ أخذ حقي من المصنع ومن المشرفة ومن المستشفى اللي أهمل في يدي ومن كل واحد سبب في ضرر لي.
تستاهلين والله، ويستاهلون هم كل مقصر في هذا الأمر يستاهل. وأنا أشير فقط إلى أن احنا حاولنا نتواصل مع مدير المصنع ومع المشرفة اللي تسببت في هذا الأمر، لكنهم رفضوا التجاوب مع يا هلا نهائيا، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام على موقفهم من هذه القضية بالتحديد. تمنينا أنهم امتلكوا أي شجاعة للظهور للحديث لإطلاق أي وعود للمحاولة في حل هذه المشكلة، لكن يبدو أنهم يعني يشعرون بكثير من الخيبة، ولذلك هم ما فضلوا أنهم يطلعون معنا. أستقبل على الهاتف الأستاذ خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أستاذ خالد مساء الخير وحياك الله في أهلا. مساء الخير أستاذ مفرح، ومساء الخير للمشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء التام للأخ زهرة، وأن تعود بإذن الله للإنتاج والعمل بإذن الله. أمين. اليوم بشرتنا وزارة العمل في تغريدة لها، أنت غردت شخصيا باسم الوزارة، تقول بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حقوق المواطنة. ولكن الأستاذة جوهر الغامدي في اتصال معنا قبل شوي كانت تقول أنهم لما تواصلوا مع وزارة العمل قالوا إحنا ما لنا دخل في الموضوع، روحوا للتأمينات الاجتماعية. بسم الله الرحمن. طبعا الوزارة هي معنية في عمل المرأة في القطاع الخاص، والوزارة ستقوم بإعادة إذا كان هذا الملف إلى السطح مرة أخرى في توجيه الآن أنه يتم التفاعل مع قضية زهرة. طبعا تأمينات أعتقد أنه في تواصل ما بينها وما بين التأمينات الاجتماعية. غدا بإذن الله سيبدأ مدير فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة باتخاذ الإجراءات والوقوف على الحالة التامة، وإن بإذن الله يعني لن يروح يعني حق للأخت زهرة نهائيا. الآن طبعا زي ما ذكرت لك لا بد أننا نعرف كل خلفيات الموضوع، وإحنا استمعنا إلى زهرة وجهة نظرها، وأيضا غدا بإذن الله سيتم البدء في كافة الإجراءات اللي تحفظ حقوقها. نعم، تقول خالد إنه في توجيه من مين؟ من الوزير؟ من الوزير نعم شخصية. مباشرة. نعم بالضبط. جميل. طيب مدير فرع الوزارة اللي راح يبدأ غدا في الإجراءات، إيش الإجراءات اللي راح يبدأ يتخذها في هذا الموضوع؟ هو أول شيء يعني حنبدأ في المصنع، طبعا حيتم مثلا مقابلة ومتابعة والاستماع إلى الأخت زهرة. حيتم أيضا الاتجاه للمصنع والتأكد أو الشركة التأكد عن هل المصنع أو الشركة مخالفة لنظام العمل، لأن في مهن يحظر على المرأة العمل فيها، في حوالي عندنا 24 مهنة، فبالتالي هل المصنع أو المنشأة متخذة الاحتياطات للسلامة المهنية، لأنه حتى يعني إذا كان المصنع، وأنا أتحدث بشكل عام، إنه أو المنشأة يعني مثلا لا تحافظ على أرواح العاملين، فيصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة والمصنع. نعم، لكن أستاذ خالد اسمح لي في مقاطعتك بس علشان بس أقدر ألحق الوقت، لأنه إحنا نبحث عن حل وزهرة تبحث عن حل. الآن إيش بيد الوزارة تسويه تجاه موضوع زهرة علشان تحله؟ هل يمكن أنها تلزم المصنع بدفع مصاريف علاجها أو التكفل بعلاجها، خاصة أنه عندها علاج في ألمانيا تستطيع أنها تحصل عليه؟ هذا طبعا اللي انا سمعته من الاخت زهره، انها تقدمت للتامينات. عاده اللي يحصل ان التامينات يكون في لجنه طبيه تنظر في الاخطار المهنيه او اللي تصيب الاشخاص العاملين، فبالتالي اذا التعويض مثلا لم يقنع الاخت زهره، فبامكانه يكون في تظلم الهيئات العماليه، وهي هيئات قضائيه تحكم لها وفق لما تراه قضائيا. طيب. طيب إذا زهرة تسمعني الآن، زهرة تسمعيني؟ إيش تحب تقولي للأستاذ خالد أبا الخيل؟ هو متحدث الوزارة الآن ويقول إنه الوزير وجه بشكل مباشر للاهتمام بالموضوع، وإنه من بكرة راح يبدأ مدير فرع الوزارة في مكة في متابعة القضية. إيش تحب تقولي له والوزارة العمل؟ أنا أحب أقول له أنا أبغى علاجي. ايش رايك استاذ؟ ابغى علاجي، يعني انا ما اطلب حاجه كثيره. طبعا كل ما يتعلق بطلباتها، كل ما يتعلق في زي ما ذكرت لك انه حيكون فيها
زي الحكم القضائي في التعويض، وايضا ما يتعلق في الاخطار او التعويض للتامينات الاجتماعيه. باذن الله غدا يعني يبدا التحقيق في ان شاء الله كل ما يتعلق في قضيتها، وباذن الله ان شاء الله يعني تاخذ حقوقها كامله بعون الله ان شاء الله. استاذ خالد انا الوقت انتهى معي صراحه، ولكن قبل ما انهي معك عندي سؤال ورجاء، يعني اتمنى تكون اجابه سريعه، واتمنى يتسع صدرك، ليش تاخرت الوزاره كل هذا الوقت؟ القضيه لها سنتين الان. هو طبعا لا اعلم ربما ايش الاجراء اللي اتخذ في وقت سابق يعني. الان طبعا ما ظهرت الا الامس تقريبا او يوم الخميس ظهرت الحاله، لكن زي ما ذكرت لك هو لابد غدا باذن الله نشوف الموضوع كاملا. انا يعني اتمنى يصير في تحقيق كبير لانه زهره قدمت من البدايه. الرجاء يا استاذ خالد الا تتاخر هذه الاجراءات، هذا هو الرجاء. يعني البنت منتظرة من سنتين وما فيها تنتظر زيادة، خاصة مع كل الأوضاع اللي شرحت الآن، فأتمنى أنه هذه الأمور تسير بشكل سريع جدا وبعيد عن أي بيروقراطية. أنا أشكر تجاوبك معي هلا الأستاذ خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل، شكرا جزيلا لك. أعود لك زهرة، سمعتي كل اللي صار وكل الإجراءات اللي راح تقوم فيها الوزارة الآن، إيش المطلب الأول لك؟ علاجك، محاسبة المقصرين، عودتك للعمل، تأمين وظيفة أخرى لك، إيش تطلبين الآن؟ أنا أطلب علاجي. إيه؟ قبل العروق ما تموت، عروق يدي يعني، وأطلب محاسبة كل من تضرر في وضعي، ومحاسبة المشرفة وصاحب الشركة، وأطلب يعني ما يبوه بس كلامه وينتهي. يعني وضعي شايف يدي انبترت من كامل الكتف، يعني ما أقدر أسوي شيء لنفسي لا في البيت ولا خارج البيت. طيب زهرة إيش صار على دراستك في الجامعة؟ وقفت. وقفتي بسبب يدك؟ ما تقدري تمارسي الدراسة بعد الحادث؟ أيوة. لا أنا يدي اليمين اللي راحت. ولا طيب يعني وقفت يعني. بالنسبة للمصنع صار في وعود بتعويضات مادية معينة لك بعد ما صارت الحادثة؟ لا ولا حاجة، بس قال لي أنا حاعالجك وحسوي اللي تبغينه بس لا تجيبين شيء. وبعدين والمدير المسؤول في المصنع قال لي لو ترفعي قضية على المشرفة حنوكل لها محامي وما حتستفيدي أي حاجة. يعني هذا شيء أشبه بالتهديد يعني للأسف، يعني هذا المثل اللي يقول شين وقوعين. أيوه وقال لي قبل ما تطلعي أو من المملكة وحنتوقع على ورقة تنازل، إذا رجعتي مالك أي حاجة. لا هذا كلام خطير، هذا كله لازم تروين هذا الكلام للتحقيق اللي راح يصير من قبل وزارة العمل بكرة. زهرة البركاتي احنا نشاطرك الوجع ونقاسمك الأسى والألم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك عما فقدت، وأن يكون القادم إن شاء الله أجمل، وتعودي لدراستك ولعملك ولممارسة حياتك بشكل طبيعي إن شاء الله. شكرا لحضورك في يا هلا ولخصنا بهذه الحكاية كاملة، شكرا جزيلا لك. هذه القضية كاملة. النداء الآن إلى معالي وزير العمل الدكتور علي الغفيص، مع كل الشكر لتجاوبه وتوجيهه، النداء الآخر إلى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، كل أطراف هذه القضية أمامكم الآن، كل التصورات أصبحت واضحة، أثق كثيرا في أنكم تستطيعون إذا أردتم إنصاف هذه البنت وإعادة الحياة لها كاملة. القضية كاملة خرجت من طاولة يا هلا إلى ذمتكم. فاصل ومكملين.